فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: علق أحد محققي هذا الكتاب على قوله الله ورسوله أعلم، قال: وأما في زماننا فما كان من الوحي فيصح أن نقول الله ورسوله أعلم، وأما ما كان من غير ذلك فلا. أنت ما تنسب هذا للوحي، تنسبه للرسول، فبعد وفاة الرسول لا يقال الله ورسوله، يقال الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن لو سلمنا من بعض التعليقات اللي عن جهل ما هي عن علم. نعم.